معجبة تعرض إليسا لموقف محرج خلال حفلها في جدة. ما حصل لم يكن في الحسبان. بشوف العمر حدي والهوى خدي. أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً في جدة في السعودية، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحركاتها على المسرح. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى المعجبات خلال حفل إليسا، وهي تصرخ بأعلى صوت وتنادي إليسا لتغني لها أغنية خد بالك عليا. شو بنعمل؟ خد بالك عليا! وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا في حفلها في جدة بفستان قصير باللون الأسود تميز بقصته والحبيبات البراقة عند الصدر، واستعانت بتسريحة ويفي ومكياج ناعم. وأثارت فيديوهات الفنانة اللبنانية التفاعل بين جمهور إليسا وخصوصاً السعودي، وانهالت التعليقات السلبية والإيجابية، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض بشأن رقصها المثير على المسرح في جدة. ووجهت الفنانة إليسا رسالة تقدير للشعب السعودي خلال مقابلة صحفية لها، وقالت: أحب جداً الشعب السعودي وجمهورها الرائع. وتابعت: بشكر هيئة الترفيه تقويم فعاليات جدة. ومن ثم شكرت الجمهور على وجوده وقالت: بشكركن على وجودكن، جايين ننبسط ونغني. وقدمت إليسا خلال حفلها في جدة باقة من أغانيها الجميلة التي رقص على أنغامها الجمهور، وكانت الأجواء مليئة بالفرح والبهجة. لا الجو رائع. أول شيء أنا جدة بحبها، بحب جو البحر، الفيو من الأوتيل بيطير العقل، بحب شعب. يذكر أنه اندهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية إليسا وهي على المسرح خلال إحيائها حفلاً ضمن مهرجان صيف الكويت، لتفاجئ جمهورها بطلبها من أحد القيمين على الحفل كرسياً، ومن ثم أكملت الحفل جالسة وبدا ملامح التعب واضحة على وجه إليسا. كما تم التداول بعد إحيائها الحفل مقاطع فيديو توثق لحظة خروجها عن المسرح ومحاصرة بين جمهورها، إذ اجتمع الجمهور الكويتي بشكل كبير حولها وهي بدأت بالركض للوصول إلى سيارتها الخاصة. وانتشرت مقاطع الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت، وأثارت التفاعل بين الجمهور الذي انقسم بين مؤيد ومعارض.